السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه فيوزر. ده حلو جدا في عمل الريندر وفي عمل 4D وحاجات كتير قوي هنشوفها مع بعض بإذن الله. بس دلوقتي عايز اشوف ازاي اخد الشغل من الريفت للبرنامج. فهاجي هنا في الادنس وهقول له رانش فيوزر، فبيبقى يشوف اذا كان في لينكات موجودة ولا الملف ده بس. تمام، فهقول له خد الملفات الدرجة الديتيل ليفلز سيلكت اول لكل الملفات، انما ممكن يكون في لينكات فياخدها معاه برضو. اقول اوكي فنفتح البرنامج. هيبدأ يحمل العناصر الموجودة بالشكل دوت. طبعا زي ما انت شايف نقدر نعمل VR، نقدر نعمل 4D، نقدر نعمل حاجة خاصة بالكونستراكشن 2D ماب، حاجات كتيرة جدا، يعني عالم آخر إن شاء الله هنكتشفه مع بعض بإذن الله. ممكن أجي هنا وأقول له إن أنا عايز أضيف أفاتار، هتختار الشخص اللي أنت عايزه يبقى معاك في وأنت ماشي جوه المشروع.